ما رأيك بما قاله السيد ياسين وهو الذهاب مع دعوة بعض السياسيين لإجراء انتخابات مبكرة؟ هل هي الطريق الأقرب لحل الانسداد السياسي الحالي أم لا يمكن بناء الدولة على مجرد تهيئة؟ تعرف حضرتك أنه من الممكن الانتخابات المبكرة التي تطرح الآن بمشروع جديد لربما تكلفنا وقت وجهد وحتى ميزانية أخرى، وهذا يعطل مشاريع كثيرة أيضا. لو صرفنا 100 مليار دولار أفضل من أن تسقط قطرة دماء واحدة من شعبنا العزيز، والوقت ليس طويلا، مضى أكثر من 20 عاما، فلذلك لا بأس أن يمضي عاما آخر ليكون 21 عاما من أجل أن نؤسس لمرحلة جديدة مع تغيير قانون الانتخابات، ليس تغييرا كاملا وإنما وفق ما أشارت إليه المحكمة الاتحادية بشأن تغيير العد الإلكتروني وليس التصويت الإلكتروني. وإذا تم تغيير هذا القانون وتغيير المفوضية التي اختيرت من القضاة الذين يشهد لهم بالبنان، أعتقد أن الأمور ستسير وسيهدأ الشارع، وتقوم هذه الحكومة الحالية أن تعطى صلاحيات إضافية لأن تقوم بتأسيس بعض المشاريع وإكمال بعض المشاريع المرتبطة بالكهرباء والخدمات وغيرها. أعتقد ستنحل المشكلة، ولكن للأسف الساسة يعرفون أين يكمن الحل ولكنهم يذهبون بعيدا عنه، لأن الحل يعني ضياع مصالحهم وضياع مغانمهم وعدم حصولهم على مناصب وأماكن في الحكومة المقبلة.